نواصل النشرة من أبوظبي، حيث قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بزيارة إلى مدينة مصدر للطاقة المتجددة، وذلك على هامش فعالية أسبوع أبوظبي للاستدامة. واستمع ميرزا إلى عرض موجز حول مرافق مدينة مصدر ودورها في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز ريادة أبوظبي في قطاع الطاقة المستدامة. وقال الدكتور ميرزا إن مدينة مصدر ومركز الأبحاث التابع لها تعد منصة مثالية في قطاع الطاقة المتجددة وتطوير التقنيات النظيفة والابتكار، مشيدا بما شاهده من التطور الكبير الذي وصلت إليه مدينة مصدر بشكل خاص ومشاريع الطاقة المستدامة في أبوظبي بشكل عام. وأوضح ميرزا بأن هذه الزيارة جاءت لتسلط الضوء على الدور الرائد الذي تقوم به الإمارات والبحرين من خلال الوفاء بالتزاماتهما الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأشار رئيس هيئة الطاقة المستدامة إلى مواصلة التعاون بين الهيئة ومدينة مصدر بهدف الاستفادة من خبرتها في تطوير وتعزيز فرص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا المجال وجعل دول المنطقة مركزا متميزا لتطبيقات الطاقة المستدامة.